كل سنه وانت سالم. وانت سالم، وان شاء الله كل سنه نحتفل بذكرى زواجنا ومنكون مع بعض. قول امين. امين. شو شايفك صايره حريصه على كل كلمه بتحكيها؟ وكيف بدك اياني ما اكون حريصه على كلامي وانا دفعت الثمن غالي والسبب كان لساني؟ انت ما بدك تنسي هالموضوع؟ خلص تألمنا بما فيه الكفايه. لسه بقلبي. خلص يا بنت الناس، انسي وتعلمي. شو رايك في فنجان قهوه؟ لما يكون في اجتماع مع امي بعرف انه الموضوع مش سهل ابدا. الله يستر. اجت اجت. يا اولاد بدي احكي معكم موضوع مهم. صرنا شباب كبار ولسه بتحكي لنا اولاد. بتضلك بنظري ولد حتى لو كبرت. اقعدوا بدي احكي معكم. أبوكم بكرة طالع جاي من السفر. شو مالكم؟ بشوف ما انبسطتوا لأنه أبوكم جاي من السفر. إحنا بس متفاجئين إنه تذكرنا بعد كل هالسنين. سبع سنين إله ما كلف خاطره يحكي معانا ولا حتى يسمع صوت أولاده. يمكن المنطقة اللي هو فيها ما فيها تليفونات أو إرسال أو ما حدا بيعرف ظرفه. يا ماما إحنا بعصر الموبايلات والتكنولوجيا، معقول ما عنده تليفون؟ أنا مش فاضية لهي الفلسفة، اللي عندي حكيته. هلا حكينا وأسئلتنا صارت فلسفة؟ الله يعينها، لولاها كان أبصر شو صار بحالنا. الو. وعليكم السلام. اهلا كايد. اهلين. ايش بتقول؟ لا ما حدا خبرني. مع السلامة. مع السلامة. هند مالك ايش في؟ بكره عبد الله طالع. صحيح؟ ليش زعلان؟ رح تشوفي اخوك بعد غياب سبع سنين. ما بعرف الخبر ما ريحني. مالك فكرك ليش خالي عمر ما انبسط لما عرف انه ابوي بده يجي من السفر ولا حتى بده يسلم عليه؟ يعني ما بتعرف ليش؟ خالي عمر هو اللي بصرف علينا، بعدين هو اللي ربانا، يمكن زعلان لانه بابا ما حكى معاه طول سفرته. لا 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 أكيد في سر بين خالي عمر وأبوي، بس إيش هو ما بنعرف. بصراحة كل عيلتنا غامضة، مين ما بتسأل ما حدا بيجاوب، حتى أمي لما تسألها بتهرب من الإجابة. أمي صحيح وينها أمي؟ يا خوفي يا عبد الله بعد ما تيجي تفضحنا والولاد يعرفوا كل إشي ما يقدروا يرفعوا راسهم بين الناس. تركنا الحارة القديمة حتى ما تزيل كلمة من أي حدا، حتى ما تصل الأولاد ويخشلوا من أبوه. الله يستر. وبعدين يتأخروا. طيب ليش ما بده ايانا نستقبله بالمطار؟ مش كان اللقاء احلى؟ انا عارف. شو بدنا نضل واقفين على الباب؟ تفضل تفضل يابا. تفضل يابا. تفضل على السلامة. هات عنك يابا، هات عنك.
أهلين يابا. أهلين يابا. تفضل تفضل. تفضل يابا، نورت نورت. الحمد لله على السلامة يا عبد الله. الله يسلمك. شو ما في غيركم في البيت؟ شو قصدك يابا؟ ما انت ما لك اولاد غيرنا، ولا اللي يكون عندك اولاد ثانيين احنا مش عارفين. ارتاح ارتاح يا عبد الله، اقعدوا يا اولاد. يلا يا هند تاخرنا. أنا جاهزة. هند افرتيها، المفروض انك تكوني مبسوطة، اخوك خلص محكوميته وطلع من السجن. انت بتفكر انه الاولاد ما رح يعرفوا انه ابوهم كان بالسجن؟ مسكين اعتدال، هل كانت تفكر انه لما ترحل وتخبي عنهم الموضوع رح يبقى سر وعمرهم ما رح يعرفوا؟ خلاص يا بنت الحلال وكليها على الله. عبد الله اخذ جزاءه واكيد تأدب، خلينا نروح نزوره احسن ما يزعل منا. يلا. هات عنك يمه. كيف حالك يا اختي هند؟ الحمد لله. وانت يا يحيى كيف شغلك؟ الحمد لله بخير. لا هند ولا اعتدال راضيات يسامحوني على اللي سويته، بس انا اخذت جزائي 7 سنين وتبت، مستحيل أرجع أعمل إشي يغضب ربنا. إذا الله بيسامح، هم ما بدهم يسامحوا، ما بدهم يسامحوا. مالك شفت اللي أنا شفته؟ شو شفت؟ يا زلمة في إشي غريب عجيب بيصير بهالبيت. اسمع أجي الحكي لبكرة لأني كتير نعسان. يا زلمة في جواي 100 سؤال مش لاقي لهم ولا إجابة، بس أنا بدي أعرف عمتي وأمي ليش زعلانين من أبوي؟ ومين حكى لك؟ يعني اللي قاعد معانا بيعرف إن اللي بحكيه صحيح، بس يمكن لأنه طول بسفرته ولا ما حكاش ولا تلفون، ولا أنت شو شايف؟ مالك نمت؟ احسن اشي احط راسي انا الثاني وانام. يا عيني يا عيني، الله شو هالفستان الحلو هذا، عجبك؟ بجنن، بياخد العقل صدقيني، ليصير فرجة بين النسوان. لا 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 حبيبتي، أنا ما بدي نسوان بالحفلة أبدا. كيف يعني بدون نسوان؟ أي هو بصير عرس بدون نسوان؟ آه يا حبيبتي بصير، أنا بدي عشا فاخر للرجال، أما بالبيت ما بدي أشوف ولا مرة. اللي حابة تشوفني تروح على الصالة وتتفرج، بالبيت لا بدي حنة ولا نسوان يصبوني بالعين. هند لا تفاولي على حالك، أبواب السما مفتوحة. اسمعي أنت قولي الله يبارك لي بعرسي، مش تقولي ما بدي حنة وما بدي نسوان وما بدي عرس في البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. فلا ترمي الكلام أيها الأخ المسلم باستهانة دون النظر إلى العواقب. وصدق المثل الذي يقول: رب كلمة قالت لصاحبها دعني، رب كلمة قالت لصاحبها دعني. ألم تسمعوا بقصة الوزير الذي خرج مع أميره في نزهة إلى الخلاء؟ فحينما أقبل على جبل رأى الوزير صخرة ملساء منحدرة، فنظر الوزير إلى الأمير قائلا: أيها الأمير، تخيل أن يقطع عنق أحدهم على هذه الصخرة، فإلى أين يسيل دمه؟ حينها نظر الأمير إلى الوزير، ثم نظر إلى أحد جنوده وأمره أن يقطع عنق الوزير ليرى دمه إلى أين يسيل. فنظر الأمير إلى الوزير، ثم نظر إلى أحد جنوده وأمره أن يقطع عنق الوزير على نفس الصخرة الملساء ليرى دمه إلى أين يسيل. فما كان من الجندي إلا أن امتثل لأوامر سيده وقطع عنق الوزير على نفس الصخرة الملساء. وهكذا ذهب الوزير ضحية للسانه الذي لم يستطع ضبطه ولا ربطه. وهكذا تنطبق عليه جملة المثل القائل: رب كلمة قالت لصاحبها دعني، رب كلمة قالت لصاحبها دعني. شفتي اعتدال؟ شفتي اللي صار فينا؟ أبوي مات قبل ما يفرح فيا، مات قبل ما يحضر عرسي، راح وتركني. هاي السنة ما رح أتجوز، ما بقدر، ما بقدر ألبس الفستان ولا أعمل حفلة وأبوي ميت. تتذكر يا هند لما قلت لك انتبهي للكلام اللي بيطلع من تمك؟ قلت لك أبواب السماء مفتوحة، بس أنت ما رديتي علي، ضليتي تقولي ما بدي أعمل عرس ولا فرح. أنا ما قصدي أتشمت فيك، بس هيو مات عمي الله يرحمه، الله يرحمه، وبجميع الحالات ما رح تعملي فرح. هند، مضى على وفاة أبوك شهرين، إذا بتحبي نتزوج من دون ما نعمل حفلة عرس. لا، أنا مش مستعجلة على العرس، نستنى يمر سنة على وفاة أبوي وبعدين منتجوز، وأهم إشي نعمل نفس الترتيبات اللي اتفقنا عليها. ورح تعملي حفلة بيت أبوك وتعزمي النسوان؟ طبعا لا، اللي بدها تحضر العرس بتروح على الصالة، حفلة بالبيت ما رح أعمل. أنا أصلا هاي العجقات كلها ما بحبها، والنسوان بتيجي.
ألو. وعليكم السلام. أهلين اعتدال. اعتدال مالك؟ احكي بس خليني أفهم إيش في. إيش؟ ليش شو عمل عبد الله حتى تيجي الشرطة تاخده؟ الله يستر. عيني جاي، عيني جاي. الله يستر. الله يسامحك يا عبد الله على هالعملة. هيك فضحتنا قدام الناس. وأنا يحيى شو بدي أحكي له؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شو المصايب هاي؟ عبد الله بالسجن، ابن أختي ضربته سيارة ونصاب بشلل نصفي. إيش الحالة هاي؟ وهلأ شو بدك تعمل؟ والله يا هند، إذا ضلينا نأجل زواجنا عمرنا ما رح نتزوج. ما هو يا يحيى شو بدهم يحكوا علينا الناس؟ يقولوا تجوزت وأخوها بالسجن؟ يا ستي ما بنعمل حفلة عرس، نتزوج وباخذك لبيتنا. وهيك يا هند، تجوزتي بدون حفلة عرس ولا فستان، كله منك. قد ما لسانك برغي وبحكي ما بدي حفلة، ما بدي نسوان تصيبني بالعين، ما بدي حنة، ما بدي ولاد. الحق يا مالك الحق، قوم واسمع آخر الأخبار. خير؟ شو فيه؟ أبوي ما طلعش مسافر برا. لكان طلع مسافر جوا؟ بالضبط، أبوي طلع مسجون. أكيد عم تمزح. أنت شايفني بمزح بهيك مواضيع؟ طب شو اللي عرفك؟ سمعت أبوي وأمي بيحكوا بهالموضوع وانصدمت لما سمعت، بس إيش هي التهمة؟ ما عرفت. أنا مو مصدق، مو مصدق إنه أبوي كان بالسجن. طب ليش ما حكونا؟ ليش خبوا علينا؟ ليش خبيتوا علينا إنه أبوي كان بالسجن؟ لا تسألوني عن إشي، أنا اللي فيه بكفيني. طيب شو هي تهمته؟ على إيش انسجن؟ ما بعرف، روحوا يسألوه، روحوا يسأل أبوك شو هي تهمته. أنا مليت من الحياة، مليت. عجبك؟ المشكلة إنه أبوي لا بتقدر تأخذ منه لا حق ولا باطل. اسمع، شو رأيك نروح عند عمتي ونسألها؟ يلا يلا. يا عمتي أنا يعني عمتي بترجاك تصرحينا بالحقيقة وتحكينا شو تهمة أبوي وليش ما حدا حكينا إنه أبوي كان بالسجن. يا عمتي إحنا ما حكينا لكم لأنكم كنتوا صغار، يعني خفنا تتضايقوا ولا تحسوا بالنقص إنه أبوكم بالحبس. أما بالنسبة للتهمة يعني اشي عادي، يعني بتقدروا تقولوا انه كان موضوع بسيط، ما يعني ما بينحكى فيه، ما يعني بصراحة انا ما بعرف. كيف يا عمتي يعني ما بتعرف؟ يا عمتي انا اللي بعرف وحكيته، يعني انا ما تعمقت بالتفاصيل. وقتها كنت كتير حزناني على وفاة أبوي وسجن أخوي، حتى عرسي مرق هيك على السكات. وبعدين يا مالك، حتى عمتي بتخبي علينا؟ هل انسجن 7 سنين بده يكون عامل له مصيبة، بس شو هي الله أعلم. بتعرف إحنا ممكن نروح على الأمن ومنعرف شو هي تهمته. الأمن؟ شو بدك تفضح أبوي؟ خلص انسى الموضوع، ما في شي بضل مخبى إلا ما يجي يوم ونعرف كل إشي. مش مش الأولاد سمعونا مبارح وطول الوقت هما بيسألوني شو كانت تهمة أبوي.
ان شاء الله قلتي لهم. معقول يعني بدك يعني طول هالسنين اضل ساكته وهلا احكي لهم؟ على كل حال انا لقيت بيت غير هذا البيت وقريب راح نرحل عليه، ولقيت شغله على قد الاسبوع الجاي بستلمه. انا خلص نويت اتوب لله، ان الله غفور رحيم. واخيرا راح نرحل من هالبيت، شايف ابوي بلش يحسن اوضاعنا. فكرك نساله عن تهمته؟ لا يا كايت، اذا بده يحكينا بكيفه بلاش نحرجه. طيب يلا يلا خلينا نرتب اغراضنا، يا دوب نلحق من الصبح نقوم. يلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ويقول سبحانه وتعالى في سورة قاف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فعليك يا أخي المسلم أن تمسك لسانك حتى عن الكلام المباح، لأنه ربما يجرك إلى خطأ أو إلى حرام أو إلى رذيلة أو إلى مكروه. ولكي تحذر من عثرات لسانك عليك أن تتعوذ بالله من شر اللسان ومن زلاته، وعليك بالصلاة لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعليك بالإكثار من الصمت خاصة في مجالس العامة، وعليك بكثرة الدعاء إلى الله العلي القدير وأن تسأله المغفرة والرحمة. وكذلك يا أخي المسلم عليك أن تكثر من التسبيح والتهليل وذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا كنت يا أخي المسلم حافظاً للسانك لا تقول إلا حقاً وصدقاً فأنت من الفائزين إن شاء الله في الدنيا والآخرة. إن شاء الله. في الدنيا كسبت مروءة نفسك واحترام الآخرين لك، وكسبت علاقتهم الطيبة معك، وكسبت راحة النفس من المتاعب والهموم والمشاكل، وفي الآخرة كسبت رضوان الله تعالى وضمنت الجنة إن شاء الله، وفزت بحب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.